كنت محتاج رسالة، والرسالة كانت راح تؤدي إلى أشياء أخرى وكثيرة. رسالة فيها كلمات موجهة لقلبي، كلمات كنت محتاج أقراها ذاك اليوم، كلمات فيها شوق وحنان وقرب ومودة. رسالة أنسى فيها كل الرسائل اللي جتني قبلها، ولا تخليني أهتم لأي رسالة تجي بعدها خلال اليوم. رسالة تعيشني دنيا وأحلام وواقع مختلف تماما. محتاج شعور صادق يا ناس، هي رسالة بسيطة جدا يا ناس، يبين فيها شوقه لشوفتي، يكون مكتوب فيها على الأقل أبي أكحل عيوني بشوفتك. بس في زمن سابق كنت وايد أحاول أني أبعد، كنت وايد أحاول أني أحرق أعصاب ناس ما تستاهل، كنت وايد أحاول أن الشخص اللي ما يستاهل قربي أنساه وابتعد، أحذف اسمه وبياناته من ذاكرة عقلي وأيامي، وأثبت لنفسي أن هذا الإنسان مش الشخص المناسب لي. تخيل أن بعد كل هذا حسبت نفسي قدرت وانتصرت على قلبي ونفسي بعقلي، وراحت أيام وجت أيام. تعرفون كل ما زادت الأيام زاد الشوق والحنين، الأيام الحلوة والمرة والتفاصيل اللي قضيتها معاه، ولهت وشلت هالشيء من قاموس حياتي وصرت أعطي فرصة، خلنا نقول فرص. كنت أسمع وأقرأ أن رب العالمين سبحانه يسامح، أنت من عشان ما تسامح؟ فيوم تطلب مني أن أعطيك فرصة لدخول حياتي أقول ليش ما أعطي فرصة؟ ليش ما سامح؟ مبدأ الفرصة موجود وارد، وهو شعور عندي مختلط بين أعطى فرصة ولا تعطي فرصة، لأن الموقف يحكم، الشخص يحكم، الوقت، الإحساس. ما أدري متى وكيف، لأن وقته يحكم. يا عمري دخلتك حياتي قبل بإرادتي، أعطيتك فرصة تبرر وتقول ليش تبي تدخل حياتي، لأنك حبيتني، همت فيني، تبيني، تكذب علي مرة ثانية، تعيشني أوهامك وانفصامك بشخصيتك مرة أخرى. سواء كنت صديق مقرب، سواء كنت لزيم القلب والروح، ما راح أعطيك فرصة ثانية، لأني اكتشفت أني فقط كنت في حياتك ضمات جروح. فبعد ما شفتك تستغلني فرص ثانية ماكو. بتقولي رب العالمين يسامح، بقول لك هو الله رب العالمين يملك قدرة ما يملكها أحد غيره. أصلا ما في مقارنة ولا يجوز المقارنة أصلا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يا ناس بسكم غم، بسكم تعقيد، بسكم أنانية. الأغلب عبالهم أن نحن مجبورين نعطي فرصة ثانية، ترانا نحن بني آدم كذلك، نحس، نغار، نوله ونحزن. عبالك بكل مرة تغلط وتغيب أني برضى كلمتين؟ لا عيل تعال شوفني لما انفجر من كمية الأعذار
اللي سامحتك فيها. لما اكتشفت انك استغليت طيبتي لضماد حقك، برجع هذاك الاول اللي بزمن كان يحذف اللي ما يستاهلون يكونون في حياته، ولا هالمرة اقوى جاد بحذفك حتى لو كنت صديق مقرب او حبيب للقلب. ابشرك انا صحيت وياي بس اوصل لك هالبشارة. تذكر اني كنت محتاج بس رسالة.